دكتور علي سلسبيل كان ليها سؤال تاني، بتقول ان والدتها جهزتها ما عدا الاجهزه الكهربائيه، ووالدتها كانت سايبه مبلغ في البيت اللي يعرف عنه هم اخواتها البنات اللي اتجوزوا بالفعل، لكن اخواتها الولاد ما يعرفوش عنه حاجه، وهي قالت لهم ان دي فلوس جهاز سلسبيل. فهل الفلوس دي انها ماتت والفلوس موجوده تبقى ميراث او تركه، ولا خلاص دي حقها؟ طيب انا بس هنا عايز افرق ما بين حالتين، ولازم نخلي بالنا قوي 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 في هذه التفرقه. نعم. في فرق بين ان انا اعطي لبنتي فلوس في ايدها ولا دي فلوسك، حتى لو كانت في البيت مفيش مانع، يعني مش شرط تاخد الفلوس وتنقلها الى مكان اخر، ولكن خلاص دي فلوسك، دي علشان تشتري لنفسك الحاجات اللي انت عايزاها. يبقى في هذه الحاله هذا التصرف اسمه هبه. ليه؟ لانه تم بالقبض. نعم. البنت قبضت من المال بالفعل، يبقى خلاص هذا المال خرج من ذمة الأم إلى ذمة البنت، فأصبح هذا المال مقبوض في يد البنت، فأصبح هبة شرعية تامة، ولا يجوز لأحد أن يسأل هذه البنت عن هذا المال. جميل. ومن حقها أن تتصرف فيه كيفما شاءت. التصرف الثاني أن أنا أقول لأولادي يا أولاد نعم في مبلغ أهو علشان أختكم تبقى تجهز الحاجة بتاعتها بيه. طب بس المبلغ ده في حوزة مين؟ في حوزتي أنا، انا اللي اتصرف فيه. بس يعني لو انا مت يبقى المبلغ ده لفلان عشان تبقى تتجهز بيه. يبقى في هذه الحاله هذا المبلغ خرج مخرج الايه؟ مخرج الوصيه. وليس مخرج الهبه، لانه لم يتم بالقبض. طيب هذه الوصيه وصيه شفويه، هذه الوصيه شفويه يعلم بها بعض الورثه ولا يعلم بها بعض الورثه. هنا هنعمل ايه؟ لازم نعرض هذه الوصيه على جميع الورثه. يا جماعة أمكم قالت كذا، والله لو الورثة كلهم قالوا خلاص ما فيش مانع، أختنا الصغيرة وبنجهزها وكتر خيرهم من أن هي ما كلفتناش حاجة في جوازها، وهي البنت خلاص جابت كل حاجة، فاضل القرشين دول هنجيب لها بقية الحاجة، خلاص يا ستي مبروك عليك، ومن باب البر كمان بأمنا أن اللي قالته هنمشيه، ما في مانع. يبقى في هذه الحالة هذا المال كله للبنت وهنجهزها بيها وخلاص. جميل. جم بعض الورثة قالوا لا احنا عايزين حقنا، احنا بنسمع، احنا لا سمعنا حاجه عن الوصيه ولا نعرف عنها حاجه، احنا عايزين حقنا. يبقى في هذه الحاله نعطيهم حقهم في هذا المال. طب البعض قال انا موافق والبعض قال انا مش موافق، ايه بقى اللي مش موافق؟ نحسب له نصيبه كتركه. أيوة. وياخذ، والذي موافق على الوصيه هيتنازل عن حقه في هذا المال لاخته من باب تنفيذ الوصيه اللي اوصت بها الام.